ومعنا من عمان مراسلة القاهرة الإخبارية آية السيد حول الأردن أيضا، وماذا سوف يكون المناقشات التي سوف تقوم بها الأردن في هذه القمة. إذن أحييك آية، والأردن تؤكد أن قمة جدة هي نقطة تحول أو انطلاق مهمة جدا لمرحلة جديدة تمس العمل العربي المشترك. ترى ما التفاصيل الخاصة بالأردن في هذه القمة آية؟ نعم حسان، يعني كما تطرقت أنت قبل قليل حول القضية الفلسطينية القضية المركزية، سيكون هناك طبعا كما أنت قلت يعني محادثات ساخنة حول ما يحدث من انتهاكات. حقيقة اليوم كان هناك إدانة من وزارة الخارجية الأردنية حول الاقتحامات التي قام بها أحد المتطرفين الإسرائيليين في باحات الأقصى، وهو ما كان ينص عليه الأردن بأنه لا يجب أن يكون هناك أي انتهاكات أو أعمال أحادية الجانب الأردن. سيكون له حوار حول هذا الموضوع في القمة العربية على مستوى القادة، سيكون يعني العاهل الأردني لديه كلمة حول أهمية أن يكون هناك تكاتف عربي ودولي لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، والتي يعني يبدو بأنه لا يوجد أي حلول إلا أن يكون هناك تكاتف من أجل الضغط على إسرائيل. أيضا يعني كما أنت قلت بوجود الاكتمال المشهد العربي بوجود سوريا، وبعد اجتماعات عمان، اجتماع عمان التشاوري واجتماع جامعة الدول العربية والجهود الأردنية المصرية في عودة سوريا، سيكون هناك حوار حول أزمة اللاجئين والعودة الطوعية للاجئين السوريين وأهمية تأمين الحياة الكريمة لهم في بلادهم من أجل إعمارها ومن أجل أن يكون هناك تأمين لمتطلباتهم الإنسانية. يعني العاهل الأردنية سيكون متواجدا غدا في القمة العربية، سيتطرق للعديد من الأمور ومنها أيضا الشأن الاقتصادي. الأردن من الدول التي تأزمت أو تأذت اقتصاديا بسبب أزمات المنطقة، هناك تكاتف عربي وهناك تعاون عربي اقتصادي من أجل أن يكون هناك طبعا عودة لعجلة الاقتصاد كما هي في السابق. سيكون هناك أيضا تطرق ل ما حدث يعني في الفترة أو الآونة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، إن كان في غزة أو في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، هناك جهود أردنية يقوم بها وزير الخارجية أيمن الصفدي من أجل أن يكون هناك رأي موحد من أجل يعني أن يكون هناك حل للدولتين. بالأمس كان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في لقاءات مستمرة مع نظرائه العرب، تم التطرق للعديد من القضايا الإقليمية أيضا ووجود أو تطور الاتفاق السعودي الإيراني، أهمية أن يكون هناك يعني فائدة أو يكون هناك طبعا قوانين تخطو عليها هذه الاتفاقية. أيضا تم التطرق لاجتماع عمان التشاوري وما كان يعني يرمز إليه أن يكون هناك يعني خطوة مقابل خطوة. أكد الصفدي بأهمية أن يكون هناك متابعة دائمة مع سوريا من أجل أن يكون هناك قوانين يتم العمل عليها من أجل أيضا حماية الحدود الأردنية السورية، خاصة بعد الخروقات التي حدثت في الفترة الأخيرة. سيكون هناك محاورات من المؤكد حول هذا الموضوع، خاصة بأنه اليوم كان هناك تصريحات لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول هذا الموضوع وأهمية أن يكون هناك تأمين للحدود الأردنية السورية، خاصة بأنها شهدت في الآونة الأخيرة العديد من الخروقات، ويعني بوجود سوريا التي أكد بأنه لابد من حل هذه الأزمة. فبالتالي هناك تعاون عربي وهناك توافق عربي حول القرارات التي صدرت في اجتماعات عمان واجتماع جامعة الدول العربية. صحيح. ويبدو أنها ستكون يعني محور الحديث. نعم. في القمة. نعم حسان. نعم يمكن أي هذا الموضوع مهم جدا، وهو يعني الاستراتيجية الضاغطة على الأردن نتيجة لموضوع اللاجئين والحدود وأيضا المخيمات المتواجدة في الأردن يعني والتي تحوي عدد كبير من هؤلاء اللاجئين. يعني ماذا عن تفاصيل محاولة الأردن لإمرار مساعدات مستمرة، لأنها انقطعت منذ فترة يعني ليست بالقليلة، عن الأردن لتقديمها لهؤلاء الذين يحتاجونها من اللاجئين؟ الأردن يعني يستمر في اتصالاته المكثفة خاصة مع الدول المانحة والاتحاد الأوروبي من أجل هذا الدعم. فعلا هو يعني نستطيع القول أن هذا العام والعام الماضي كان هناك قلة في دعم اللاجئين السوريين، خاصة بأن الأردن يحوي أكبر مخيمات للاجئين تقريبا في الشرق الأوسط وفي العالم. يعني مع وجود الاجتماعات حاليا مع سوريا سيكون هناك من المؤكد عودة طوعية، ولكن الأردن أيضا يريد أن يضمن أن تكون هذه العودة هي من أجل يعني
تأمين سلامتهم وتأمين حياتهم الكريمة. العديد من المناطق التي يعني كان يقطنون فيها اللاجئين هي حاليا مدمرة. فالأردن يسعى من خلال يعني المشاورات والتواصل مع الدول العربية والدولية أن يكون هناك إعادة لإعمار هذه المناطق. أيضا كما تعلم حساني أنه في اجتماع عمان التشاوري كان هناك ترحيب باستمرارية تأمين المساعدات الإنسانية للمناطق التي تضررت في الزلزال. صحيح. بالتالي الأردن يعني ومصر أيضا يحاولوا جاهدين من أن يكون هناك عودة آمنة للاجئين. أشكرك على التفاصيل من الأردن آية سيد مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا مباشرة. أشكرك إذن آية.